الله جل وعلا لا يعذب إلا على فعل العبد، ولا يثيب إلا على فعل العبد، ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. وربط العذاب بالكفر والمعاصي والسيئات، وربط الثواب بالطاعات والخيرات. فالله لا يظلم أحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن تك حسنة يضاعفها، بل هذا هو العدل، هذا هو العدل منه سبحانه وتعالى. شوف، ومن عدله أنه ما يضاعف السيئة بل يجازي بمثلها فقط، ومن فضله أنه يضاعف الحسنة من عنده سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف. فالمضاعفة فضل من الله، إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فضل من الله. أما السيئة فإن الله يجازي بها فقط، لا يضاعفها. هذا من عدله سبحانه وتعالى، عدله مع خلقه.